تعالى وصلت الآن سيارة لحوم الدفعة الرابعة من لحوم الأضاحي وفضوها أربعة أقوام اليوم الأحد 11 أكتوبر العام 2020 ليصل إجمالي ما وصل إلى محافظة البقالية حتى الآن 45 طن من لحوم صكوك الأضاحي التابع لوزارة الأوقاف. ويبدأ الآن توزيع هذه الدفعة لمعرفة السادة مدير الإدارات على وسط المستحقين الشرعيين. تتقدم خالص الشكر المعالي السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذا النشاط الاجتماعي الطيب. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الحد 14 وصلنا 4 طن ودي الدفعه رقم 13. يبقى كده اجمالي ما وصل اسكندريه 50 طن بالتمام والكمال وعلى بركه الله نبدا التوزيع. اليوم 14/2020 تم وصول عربه لحوم الاضاحي الى مديريه اوقاف صقر الشيخ، وذلك هي الدفعه 9 تم استلامها اليوم لتوزيعها على المناطق الاكثر احتياجا بمعرفة السادة مندوبي الإدارات. وتصبح جملة ما وصل إلى كفر الشيخ منذ أن تم التوزيع إلى اليوم 29 طن، وذلك لتوزيعها كما قلت. هذه سنة سنها معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك تكافلا اجتماعيا بين أبناء المجتمع المسلم. جعل الله ذلك في ميزان حسناته وجعلها في أعلى عليين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.